أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 88 دولاراً خلال نيسان الماضي، أي بأقل من 16 دولاراً من معدل السعر الرسمي، وذلك بعد المباشرة مرة أخرى بتصدير النفط إليها. وقالت الشركة أن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر نيسان الماضي بلغ 299,560 برميلاً، مبينة أن معدل التصدير بلغ 10,000 برميل يومياً. وأضافت الشركة أن معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 88 دولاراً، مبينة أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 26,477,808 دولارات. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا، وللشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي. وقالت الهيئة أن صادرات تركيا لشهر آذار بلغت 22,709,000,000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021. ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في شهر نيسان الماضي. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع أن إيرادات القناة خلال شهر نيسان الماضي زادت بنسبة 13.16% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وحققت القناة عائدات بلغت نحو 6,300,000,000 دولار في عام 2021، مع عودة التجارة العالمية مرة أخرى بعد أزمة الركود التي طالت الاقتصاد العالمي من جراء تفشي فيروس كورونا. كشفت بيانات جديدة للبنك المركزي الإيراني عن هروب أكثر من 10,130,000,000 دولار من رؤوس الأموال في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وبحسب تقرير لصحيفة اعتماد الإيرانية أن عام 2021 سجل ارتفاعاً بهروب الأموال للخارج مقارنة بعام 2020 الذي سجل هروب 6,318,000,000 دولار. وتشير الصحيفة إلى أن معظم هذه الأموال تنفق على شراء العقارات في الخارج. تراجعت أسعار النفط العالمية وسط تعثر التجارة في آسيا بسبب العطلة، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ما طغى على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على الخام الروسي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.85 سنتا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا للبرميل. وتراجعت الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات يوم السبت تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ شباط عام 2020 بسبب عمليات الإغلاق. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا لطيب المتابعة.